السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون بعيد على لونطريما وبعيد على لي فلوغ. شحال هادي ما درتش شي فيديو، كنت قلت لكم باللي كانت تدات لي لاشين ديال اليوتيوب وتفتحت من بعد واحد المشكل، ومن بعد فاش تحلات لاشين خسر لي التليفون، والتليفون هو باش كان اكتيفي بزاف ديال الحوايج ضروري الا بديت تحل لاشين ديال اليوتيوب او لا فيسبوك او لا انستغرام او لا اي حاجه بديت تفتحها في السوشيال ميديا، راه خصك ضروري تكونفيرمي بالتليفون ديالك النمره ديال التليفون ديالك او لا جيميل. المهم من بعد قديت الامور بزاف ديال الحوايج قديتهم، هذا الشيء راه تيوقع لبزاف ديال الناس والمشهورين كاع، واي واحد كيوقع ليه هذا المشكل ديال السدان، كتلقى فيسبوك تسد او لا كتلقى الباج تسرقات او لا كتلقى لاشين ديال اليوتيوب تسرقات. انا في هذا الفيديو غادي نهضر على شي حاجه متعلقه بالصفحات ديال الفيسبوك اللي ما هضروش عليها بزاف ديال الناس. اللي خلاني نهضر في هذا الفيديو على هذا الشيء هو انني وقع لي مشكل ولدابا باقي مازال ما حليتوش، اللي هو الباج تاع الفيسبوك ديالي تسرقات. واخا كنت حاسس براسي مكلف في ديك اللحظه فاش وقع لي هذا المشكل، ولكن عارف بلي اي واحد كان في بلاصتي غيوقع ليه هذا المشكل. هادشي علاش درت فيديو باش نقول لكم بلي خصكم تردوا البال بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم القنوات تاع اليوتيوب او لي باج تاع الفيسبوك الحسابات ديال الانستغرام، خصكم تردوا بزاف البال لاي حاجه يجيكم شي لينك ولا شي حاجه تدخلوا ليه ولا شي تويشيه ولا يصيفط لكم شي واحد شي حاجه ويقول لكم دخلوا لهادي، حتى شي حاجه ما تخليكمش يعني تطيحوا في هذا المشكل اللي طحنا فيه انا وواحد الدري اخر، هو وقع ليه هذا المشكل في القناه ديال اليوتيوب ديالو وشحال هو كيتقاتل باش يرجعها، ولكن ما قدرش يرجعها حيت داها ليه شي واحد واقيلا غادي يكون روسي اجنبي اللي داها ليه. والمشكله اللي دار هذاك اللي دا ليه لاشين لهذا الاخ ديالي محمد، اللي غادي نحط لكم لاشين ديالو في الديسكريبشن، دخلوا عنده وغتلقاوه هضر على هذا الموضوع باش تستافدوا معاه مزيان وتردوا البال باش تعلموا من هذا الخطا اللي طاح فيه هو. هاد الهضره دابا كنوجهها للناس ديال اليوتيوب، يعني الناس اللي عندهم القنوات ديال اليوتيوب باش ما يطيحوش في هذا المشكل. ماشي انت غتقاتل على واحد لاشين حتى توصلوا واحد المستوى وفي الاخير خطا بسيط وتمشي لك. هادشي علاش احسن حاجه هي انك ترد البال مزيان وتستافد من الاخطاء ديال الناس. هاد الصديق ديالي كان كيدير لي فيديو زوينين وداكشي هو هذاك هو محمد، كانت هاد القناه ديالو مقبوله بالنسبه للسياسه ديال اليوتيوب، يعني بالنسبه للقوانين ديال اليوتيوب، ولكن المشكله اللي وقعت هو ان داك الاجنبي اللي هز ليه ديك القناه بدا كيلح فيها شي حوايج اللي هما مخالفين للقوانين ديال اليوتيوب، ومن ثم بدا جاء الانذار الاول الانذار الثاني الانذار الثالث الانذار الثالث، كيعني انا لاشين غتسد نهائيا، واخا تكتبها في الروشيرش ما غتلقاهاش، الروبوات ديال اليوتيوب كينسحوها نهائيا. بلا ما نطول في هاد الهضره بزاف، حتى اللي بغى يدخل عند الاخ محمد غادي نخلي لكم لاشين ديالو هنا في الديسكريبشن لينك، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالو في اول تعليق ودخلوا عنده وغادي يعاود لكم القصه كيفاش وقعت ليه اكثر. باش ما نطولش في هذا الفيديو غادي ندوز لذاك الشيء اللي وقع معايا انا من بعد ما دازت شهور على داك الشيء اللي وقع لخويا محمد. غادي نهضر على اشنو وقع لي انا مؤخرا. تقريبا هذه ما كملتش سيمانه جاني واحد الميساج في الباج ديال الفيسبوك اللي فيها 100,000 ابوني وزياده، ما سهلاش باش توصلها ل 100,000 ابوني وفي الاخير تمشي لك غير هكاك، راه ما سهلاش. هي هذه غنخليها لكم في السكرين، واي واحد من ابوني فيها يدير ديزاكتيفي لديك ابوني اللي دار حاليا ملي نقدر انني نتواصل مع الفريق ديال الدعم تاع فيسبوك باش يرجعوا لي الباج. انا غنبارطاجي معكم هذيك الباج وديك الساعه تقدروا تدخلوا ليها وتابوناو، ولكن حاليا بالنسبه للناس اللي ديجا مابونين في هذيك الصفحه نتمنى انكم ديزاكتيفيو ديك ابوني ديالكم، حيت ما بقاتش ديالي حاليا، يعني انا دابا ما بقيتش كنتحكم فيها، هذاك اللي سرقها حيدني كمدير ليها، يعني ما بقيتش كنتحكم فيها انني ندخل ليها ولا حشيت صاور ولا شي حاجه، يعني وليت عادي بحال هذوك الناس كانوا اللي دايرين ابوني ديك الباج. باقي كنحاول باش انني نرجع ديك الباج، ونهار نرجعها راه غادي نقولها لكم وغادي نقول لكم انا رجعت الباج واي واحد يقدر يدخل ليها، ولكن حاليا اي واحد مابوني في ديك الباج احسن حاجه هي تحيد ابوني ديالك، حيت المشكل هو ان داك الاجنبي اللي سرقها ليا كيحط فيها فيديوهات او لا تصاور ممكن يكونوا خارجين على داك المحتوى اللي كنت كنحط في ديك الباج، يعني تقدر شي حاجه ما تعجبكم. المهم احسن حاجه هي ديروا ديزاكتيفي ديك الباج. علاش درت هذا الفيديو؟ باش يعرفوا الناس بلي ديك الباج ما بقيتش انا اللي كنتحكم فيها، الا شافوا شي حاجه او لا قدر الله شافوا شي حاجه ما عجبتهمش باش يعرفوني بلي انا ما بقيتش كنتحكم في ديك الباج 100%. النصيحه اللي بغيت نقولها لكم من هذا المشكل اللي وقع ليا هو عمركم تدخلوا لشي ميساج فيه شي لينك، يعني يجي لك شي ليانه ولا شي حاجه تخليه، ما عمرك تكليك عليه نهائيا، وما تسوقش ليه. يقدر يجيك بواحد الطريقه اللي هي بروفيسيونيل، كتلقى الفيسبوك ديالو باش مصيفط لك الميساج كتلقاه داير تصور مع العائله ديالو وتصور مع الدراري الصغار وفي الدار الطوموبيل هنا فين كيدوخك، كتقول هذا راه حقيقي، هو راه في الاصل ماشي حقيقي. وفاش كتدخل الجيميل كتلقى الجيميل بروفيسيونيل، كتدخل السيت ديالو
كتلقى السيت يعني السيت فيه كل شيء ديالو، ولكن المشكل هذاك السيت وهذاك الشيء كامل ما منو والو، كامل داك الشيء كيديروه غير باش يخبيو على الحقيقه ديالهم اللي هي انهم كيسرقوا لي باج الكبار باش ينشروا داك الشيء اللي كينشروا هما. من الاخر عمرك تدخل شي ليان مصيفطوا لك شي واحد في اي بلاصه، لا في واتساب لا في انستغرام لا في فيسبوك ميسانجر في يوتيوب اي حاجه في لي كوموند، حيت اللحظه اللي غتكون انت دخلتي ديك الساعه باش تشوف داك ليان غتكون ديجا داخل من تليفونك وداخل من الجيميل وداخل بالنمره ديال كامل. هذا الشيء ممكن يتبيراطا لك حيت كاين ناس خدامين في هذا الشيء، هذه هي الخدمه ديالهم، هي انهم يسرقوا الحسابات الكبار لي باج القنوات ديال اليوتيوب الباج في الانستغرام الحسابات الشخصيه ممكن حتى هي تمشي. ولكن الحاجه اللي كيلقاو فيها الدراري الصعوبه هي انهم كيفاش يرجعوا هذا الشيء، وكاينين بزاف ديال الطرق. الا كان غير ناقص عندك واحد الشرط ديال انك صاحب ديك الباج راه صعيب، والاصعب من هذا الشيء كامل هو كيفاش غتواصل مع الفريق ديال الدعم، الناس اللي خدامين في فيسبوك كيفاش غتواصل معاهم باش يعرفوك باللي انت راه مشات ليك الباج، يعني غير باش يوصلهم داك الميساج كيفاش غادي تواصل معاهم. وهما بعض المرات ما كيسهلوش عليك كيفاش تصيفط لهم ميساج باش توصل داك المشكل اللي عندك. ولكن الحاجه الوحيده اللي رديت لها البال هي ان الباج ديال فيسبوك كيصعب عليك باش ترجعها، الا ماني فكرتي على ديك الباج تقدر ترجعها. ونهار غادي نرجعها راه غادي نبارطاجي معكم الفيديو ان شاء الله. وهذا الفيديو كان بعجاله غير باش نبين لكم نشرح لكم هذا الشيء اللي وقع معايا، حيت لاشين ديال اليوتيوب ماشي بالضروره تكون لونطريما ولي فلوغ، تقدر تكون بحال هكا يعني تهضر فيها على شي حاجه اللي يقدر يستافدوا منها الناس، وبحال هذا الشيء تيقلبوا عليه بزاف ديال الناس بحكم انني مشيت كنقلب على الحل ديال هذا المشكل تاع هذا الباج اللي مشات ليا. كاين بزاف ديال الفيديوهات كيهضروا على هذا الشيء، وكاينين بزاف ديال المشاهدات في هذا النوع ديال هذه الفيديوهات، والناس عندهم مشاكل مع هذا الشيء ديال الفيسبوك والانستغرام، خصوصا الفيسبوك كتلقى الناس مشاو ليهم حسابات ديالهم الشخصيه، راه ما ساهلش، انا راه مشات ليا غير باج واخا فيها 100,000 ابوني ما بقاش فيها الحال، انا حيت مشات نقدر ندير باج اخرى وغنطلع نيشان ما عنديش مشكل. المشكل هو الناس ما عارفينش باللي مشات ليك ديك الباج، وهو يبدا يبارطاجي فيها شي حاجه ما عجبتهمش ويحسب لهم بلي انا اللي كنبارطاجي داك الشيء. هادشي علاش درت هاد الفيديو، باش ناكد على الناس بلي راه الباج ما بقاتش عندي ومشات، يعني ما بقاتش بيديا دابا حاليا، ونهار غادي تكون بيديا راه غادي نبدا نبوستي فيها كما العاده ودائما، وغادي نقدر نجاوب الناس في لي ميساج. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الفيديو عجبكم، ما تنساوش ديروا واحد لايك للفيديو كما العاده وكومونتير، اي حاجه عجبتكم فيديو تقولوها في لي كومونتير مرحبا، وما تنساوش واحد البارطاج للفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.